بتعملوا ايه؟ تعالوا، عايزه اشرب ايس كوفي كده اظبط بيه دماغي. تعالوا بقى اوريكم بعمل حته ايس كوفي. يا نهار ابيض، نشف بس دي علشان هعمل بس حبه صغيرين، مش هعمل كتير. هو الموز فين؟ هعمل ايه؟ الموز لسه ني، لسه موز ني يا حياتي. تعالوا بقى بصوا، خلينا نحط دي كده. انا لما بعمل ايس كوفي بلحوس وانا كمان بموت فيكي، بلحوس الدنيا على الاخر. طبعا ماما ايه هتقتلني لو عملت كده. والله قلت اعمل ايس كوفي. تعالوا بقى اوريكم بعمله ازاي. مبدئيا انا بحب النسكافيه الجولد اللي هو الناعم، يبقى ناعم كده ماشي، هاخد منه معلقتين. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، هاخد منه معلقتين هنا. اوكي كده معلقتين. يا حبيبتي تسلمولي بولي. بصوا الكوبايه بتاعتي انا ومنه بتاعت الايس كوفي، بس انا هوريها لكم في الايه. نعمل بس ايه حركات حط كده. هاتي ازازه ميه معدنيه اهي اهي، هوريكم دلوقتي حته ايس كوفي. اوه جبتي لبن؟ بس حط بقى ايه ميه. تمام، عايزه بحط ميه، بحط 3 معالق كبار سكر. يا سمير عايز ايس كوفي يا سمير ماشي. وده مضرب كده كنت جايباه مش عارفه من محل كده بيضرب كده، هوريكم بيضرب كده بيضرب كده. تركية بقى جايه. تعالي يا مريم امسكي انت البلاستيك دي. خدوا بقى ايه تعملوه كده شويه ميه صغيرين، ده فيل صغيرين جدا نقطتين كده. البتاعه دي سهله قوي. هاي بصوا بقى التركايه التانيه، ان انا بجيب كيس نسكافيه ده ماشي، بيبقى عندي واحد بالموكا وواحد لا بيبقى عندي منه بالكراميل وكده اللي هو النسكافيه الجاهز، بحط منه نص الكيس. اقول لكم كله بضربه كده لحد ما يبان له صاحب ويعترف. عامل ازاي؟ عايز ايس كوفي؟ كلب عايز ايس كوفي. يعني كده ما شاء الله امورايا. حبيبتي حبيبتي كده. بصوا يا بنات انا بحب القوام ده علشان يسيح معايا بسرعه جوه التلج واللبن. هتسيبي بقى اللبن بس ما تجيبيهوش قدام اللايف، صدريه لي كده من بعيد. ايوه ليه بقى؟ علشان الاعلانات. هتسيبي التلج من الفريزر. بصوا دي الصوصات اللي انا بحبها ماشي، ده صوص كوفي كده، ده صوص شوكليت كده بالكوفي بحبه قوي 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 تمام، وده صوص كراميل
برضو بحبه قوي. بحط الاثنين. نفتح بس المكعبات بتاعت التانية. لحد برضو ما يبان له صافي كده خلاص. هما اتكسروا كده طلعوا من ال. بصوا شكلكم شايفين انا هحط كوبايتين هنا. اوكي نجيب بقى مناديل كتير. الصوصات دي جايباها من ماركت كده جنبي. الصوصات دي بتخلي الايس كوفي يا نهار ابيض. والكوبايات دي جايباها من محل 2.5 في مدينه نصر. كنت جايبه الواحده بكام يا منى؟ مش فاكره. لا والله ما فاكره. مش عارفه ب40 او حاجه كده مش فاكره. انت عنيفه قوي. لا مش عنيفه بس بعمل الحاجه اهو. حطهم بقى كده ماشي. بصوا بقى بعمل ايه. ده مقفول. صوص الكراميل خلاص. بعمل كده بزوق الكوبايه. بعمل ايه؟ بزوق الكوبايه. بصوا بالشكل ده. ده اللي بيخلي السكر معاكي مظبوط في الايس كوفي. وبجيب كمان ده. ما تحطوش الصوصات دي جوه التلاجة. اي طريقه بتعمليها انا بعملها تاني يوم بدايلك. يا حبيبه قلبي الف هنا والشفاء على قلبك. وده صوص الشوكليت اللي بالقهوه برضو بزين كده عشوائي كده. واو بصوا احلى ايس كوفي ممكن تجربوه في حياتكم. الكوبايه التانية بتاعت منا بقى بنحط لها فيها حبه صغيرين. معروفه الاخوات بنحطها كتير. في الاخر اصلا الاثنين بيتلخبطوا. وفي الاخر ببقى انا بقول هاخد دي وفي الاخر بيتلخبطوا مع بعض وما باخدش اللي انا عايزاه. اهو يا سلام. التلج بقى ممكن نعمل عايزه ثلاثة زي تلج. اوكي بعد التلج بقى هنجيب النسكافيه اللي احنا ضربناه مع بعض. وبحب هو ده يبقى القوام كده اهو بالمنظر ده. حط بقى ايه على التلج. معلقتين اوكي. نجيب اللبن. يا سلام
بصوا كده. وبعدين بحط على الوش معلقة ومعلقة. اوكي. عشان ما بحبش اللحواسة دي اصلا تعفرتني. بعد كده الصوص بتاع الشوكولات كده. يا حبيبتي استنوا هقول لكم تاني هعمله وهقول لكم تاني. هتدوقوا احلى ايس كوفي في حياتكم. بصوا هوريكم هوريكم دلوقتي. الشوكليت بال وبعدين حبة كراميل. استنوا علشان اوريكم. بصوا المنظر منظر يشهي حرفيا يشهي. بعد كده بجيب طبعا احنا لما بنملاها كلها ما بنعرفش. بصوا بنرجه كده لما بنملاها كلها. خدي اعمليها اقفليها كويس عشان انا تقريبا ما قفلتهاش كويس. لما بعملها كلها يا بنات ايه اللي بيحصل؟ منشربهاش كلها بتبقى كتير قوي علينا. فاقعد شفاطه اهي ونقلب. دوقي يا منى. بصوا عامل ازاي. طبعا هي الكوبايه لو ساده هتبقى احلى يعني.